يقوم حتى تتفطر قدماه، حتى تتعلم الأمة كيف تسير إلى الله سبحانه وتعالى. أول أمر يكون به الثبات بإذن الله تعالى هو التعرف على الله، إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. كيف نريد أن الله سبحانه وتعالى يثبتنا ويدخلنا الجنة ونحن لا نعرف الله سبحانه وتعالى؟ البعض تسأله هل أنت مسلم؟ يقول نعم. تريد الجنة؟ نعم. طيب ما هو الإسلام؟ يقول أنا لا أدري. هل تعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعرف. حتى أن البعض والله لا يعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا نريد أن نسأل اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعرفه. لماذا؟ لأننا في زمن اليوم فتن عظيمة، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم.